السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 5 بارتي 5 من سلسلة شروحات المادة ديال المانجمنت الخاصة بالسمستر 2. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نكمل ليكسبليكاسيون ديال لي فوندامو تيوريك ديال المانجمنت. في الفيديو الماضي شفنا ليكول كلاسيك وسنين ليكول كلاسيك، إن شاء الله في الفيديو اليوم نشوفو ليكول دي غولاسيون إيمان أو المدرسة ديال العلاقات الإنسانية. دونك اول حاجه نبداو بها نبداو بلي برينسيپ ديال ليكول دو غولاسيون ايمان، لي زيدي سونترال. لي زيدي سونترال ديال ليكول ايمان ديال غولاسيون ديال ليكول ايمان، اول برينسيپ هما لي انديفيدي سون ناتورالمون بوزوان دابارتونير ا ان غروب. من لي برينسيپ اللي كنعتمدو عليهم لي زوتور ديال ليكول دو غولاسيون ايمان، بان هادوك لي بيرسونيل ولا لي انديفيدي لو بيرسونيل ديال واحد لونتربريز هما طبيعيا محتاجين انهم ينتموا واحد المجموعه، يكونوا في مجموعات، يعني مجموعات يكونوا، يعني ان هذوك لي بيرسونيل ولا اي شخص كيف ما كان من ضروري عليه انه يكون واحد الجروب، يعني ما يقدرش يكون انسان معزول، ضروري خاصو ينتمي لواحد المجموعه. لا كونسيديراسيون دو لا ديريكسيون الوغ ايغار كونتريبيي الوغ ساتسفاكسيون، يعني بان نظر هاد الاداره ديال واحد انتربريز العمال نظر ديالهم، نظره الاداره للعمال كتساهم في ارضاء هاد العمال هادو، يعني من الاداره كتعطي واحد الاهميه هاد العمال هذا وكتشوف في العلاقات الانسانيه ديالهم كتعاملهم بواحد الطريقه مزيانه، كتموتيفيهم وكتشجعهم اكسيتيرا، حتى الظروف ديال العمل كتكون مزيانه، راه هادشي كيؤدي الى الرضا ديال العمال وبالتالي ان داك البيرفورمانس ولا غونطابيليتي ديال هاد لي بيرسونيل كتكون احسن. aussi عندنا la liberté psychologique ou la marque de main d'œuvre qui détient les individus contribuent à leur motivation. يعني بان هذيك الحريه النفسيه لهاد العمال هذا كتساهم بان هاد الشخص انه يتموتيفا، يعني ملي كتكون عندك واحد الحريه ديال هاد العامل، حريه نفسيه ديال العامل، ما كيكونش عليه واحد الضغط وكينتمي لواحد المجموعه وكتكون العلاقات مزيانه، العلاقات ديالو مع الاداره والعلاقات ديالو مع العمال الاخرين كتكون مزيانه، دونك ان هادشي كيساهم في الموتيفاسيون ديالو، ودونك ان هذيك لا بيرفورمانس لا غونطابيليتي كتكون احسن. دونك نبداو بلو تور ديال الاول بالنسبه لهاد لي كول دو غولاسيون ايمان، هو التون مايو لي تيوري ديالو هي غولاسيون سوسيال او سان دي غروب، يعني خصك الا كان واحد لانديفيدي واحد بيرسونيل خصو تكون عنده واحد العلاقات اجتماعيه في هذاك لو غروب اللي كينتمي ليه. دونك التون مايو شنو دار؟ إلتون مايو دار واحد المجموعة من واحد السلاسل من التجارب، السلسلة الأولى ديال التجارب لا بخومييغ سيغي ديكسبيريونس. دونك شنو التجارب الأولى؟ إتيود سيغ ليشونج و سون أمباكت سيغ لا برودكتيفيتي، دار واحد المجموعة من التجارب لي دار واحد الدراسة ديال التبادل ديال التغير ليشونج و سون أمباكت سيغ لا برودكتيفيتي، يعني حتى مثلا نغيروا طبيعه ديال العمل وشنو هو التاثير ديالو على لا برودكتيفيتي. دونك شنو النتيجه؟ لي زوفري افي ايتي ديفيزي اون دو غروب. شنو دار؟ ان هاد لي زوفري قسمهم لمجموعات، جوج مجموعات. دونك هاد ليكسبيريونس الاولى، مجموعه التجارب الاولى كيشوف شنو هو، درس لينا كيفاش هاد لو شونجمون والتاثير ديالو على لا برودكتيفيتي. شنو دار هاد لي زوفري ولا لي بيرسونيل؟ قسمهم على جوج مجموعات، اون دو غروب. بوغ لا اون نو شونج ريان، يعني المجموعه الاولى ما غير والو، يعني نفس الطبيعه ديال العمل بقات هي اي لوتر ايتي سوميز ان اكليراج دو بلي اون بلي انتونس، والمجموعه الثانيه دار لهم واحد الاناره بشويه بشويه كتكون ناقصه، يعني واحد الاداره عفوا الاناره، يعني المجموعه الاولى ما دار لهم حتى شي حاجه، المجموعه الثانيه دار طبق عليهم واحد الاكليراج، يعني واحد الاناره في البلاصه فاش كيخدموا. دونك بوغ لا سكوند سيري ديكسبيريونس، المجموعه الثانيه من التجارب شنو دار؟ بوغ بيت دو لانسيدونس دو لا فاتيك سيغ لا برودكتيفيتي، كنشوف شنو هو الهدف من ان ونشوف التاثير ديال العياء على لا برودكتيفيتي. شنو؟ اميليوري لي سالير اون سيز امبلويي، يعني طور لي سالير دو سيز امبلويي، يعني طور لينا هاد، زاد حسن الاجور ديال 6 ديال العمال،
اون انتروديزمون اون انتروديزون اون بوز ودخل لهم لي بوز يعني كيخدموا زاد لهم في لي سالير ديالهم ودار لهم الساعه ديال الراحه لي بوز اون ديمينيون لو سيمين دو ترافاي نقص الساعه ديال العمل في الاسبوع اي انستورون ان سيستيم دو ريبريزونطاسيون ودار واحد السيستيم جديد ديال الحضور اوغمونطاسيون دو لا برودكسيون ابري سيت دوزيام اكسبيريونس يعني دوزيام اكسبيريونس كيشوف شنو هو التاثير ديال لا فاتيك قلنا التاثير ديال العيا دونك يعني نقصنا ساعات العمل في الاسبوع حفزنا العمال طو احسنا لهم الاجور ديالهم ودرنا لهم ساعات ديال يعني كيخدموا مثلا في النهار نقصنا لهم ساعات العمل وبالنسبه دوك الساعات اللي كيخدموا بهم كندير لهم كل مره كندير لهم بوز كندير لهم واحد الفتره ديال الاستراحه دونك شنو النتيجه لاحظ بان النتيجه بان لا برودكتيفيتي ابري سيت دوزيام اكسبيريونس يعني تزاد تحسنت لينا هاد لا برودكتيفيتي الانتاجيه ديال هاد العمال بعد لا دوزيام اكسبيريونس يعني من حسنا لهم الاجور ديالهم من نقصنا لهم ساعه ديال العمل ودرنا لهم الاستراحه في الساعات اللي كيخدموا دونك مايون كونكلي كو سو سون موا لي فارياسيون دو كونديسيون دو ترافاي كو لو سونتيمون d'être considéré par la direction qui a contribué à l'augmentation de la production. يعني لاحظ بان moins les variations de conditions de travail يعني هذوك لي كونديسيون دو ترافاي يعني هما ما كياثروش ليا في لا برودكتيفيتي دونك كياثر في لا كونتريبيو ولا كونسيديراسيون دو لا برودكسيون كي كونتريبي à l'augmentation de la productivité. يعني هذيك النظره ديال الاداره للعمال هي اللي كتخلي الانتاجيه ديال دوك العمال كتحسن علاش يعني خاصنا نعاملوهم بطريقه مزيانه نموتيفيهم باغ اكزومبل نعطوهم ساعه ديال العمل تكون قليله نعطوهم الاستراحه نزيدو لهم في الاجور يعني النظره ديال اداره العمال هي اللي كتساهم في تطوير الانتاجيه اما التحسين ديال الظروف ديال العمل ما كتساهم والو هو اللي دار في الاكسبيريونس الاولى الاكسبيريونس في الاولى قلنا قسم على دو جروب واحد الجروب خلاهم كيما هما جروب الاخرى زاد لهم في ليكليراج يعني حسن لهم الظروف ديال العمل ولكن تلقى بان حتى حاجه ما كاينش يعني بحال حسن لهم الظروف ديال العمل ما كيوقع والو ولكن من دار الاكسبيريونس الثانيه شاف يعني هذيك النظره ديال الاداره بالنسبه للعمال تغيرت ولو كينقصوا لهم الساعه ديال العمل كيعطوهم الراحه كيحسن لهم الاجور دونك تلقى بان لا برودكتيفيتي كتحسن دونك النتيجه بان هذيك لا كونسيديراسيون ديال لا ديريكسيون اليغار دي زوفري هي اللي كتخلينا لا برودكتيفيتي تحسن ديك النظره ولا المعامله ديال لي ديريكسيون مع لي زوفري هي اللي كتحسن لا برودكتيفيتي دونك لو برينسيبال كونكليزيون دي ترافو دو مايو اي كو La quantité de travail accomplie par un individu n'est pas déterminée par sa capacité physique, mais sa capacité sociale. نتيجه ممكن ان نستافدوها ونحصلوا عليها ونكونستات من هاد لو طرافو اللي دار مايو من هاد لي دوز اكسبيريونس اللي دار مايو بان هذيك لا كونتيتي اللي كيعطينا واحد الشخص البرودكتيفيتي ديال واحد الشخص الانتاجيه ديال واحد العامل ما كتحددش بلا كاباسيتي فيزيك ديالو بالقدرات الماديه ديالو يعني تكون عنده مؤهلات ولكن كتحدد اش كتحدد بالمؤهلات الاجتماعيه ديالو يعني واحد الشخص من كتوفر ليه ظروف من الاداره كتعطيه واحد القيمه كتحفزو كتعطيه واحد الساعه ديال العمل اللي هي قليله كتحسن ليه الاجور كتعطيه ساعه ديال الراحه يعني الاداره كتحفزو دونك كتكون النتيجه ديالو هاد الانتاجيه ديالو الانتاجيه ديالو كتزاد ولكن من الاداره ما كتحسن ليه حتى حاجه دونك هنا النتيجه كتكون ناقصه c'est-à-dire son intégration à un groupe يعني من شخص من كندخلو في واحد الجروب وكنعطوه واحد الموتيفاسيون راه كتكون الكاباسيتي ديالو اكثر en effet l'employé ne réagit pas en tant qu'individu mais qu'en tant membre d'un groupe هذاك الشخص l'employé هذاك البيرسونيل ما كيعطيناش كشخص ولكن ما كيعطينا كعنصر انه كينتمي لواحد الجروب او dès lors de l'organisation formelle existe donc une relation informelle qui obéit à une logique de sentiment et d'appartenance. يعني هذوك لي لوجيك ديال لو سونتيمون وديال لابارتونونس ان جروب هي اللي كتساعدنا باش ناميليوري لا برودكتيفيتي ديال واحد لومبلوي. ابري نشوفو دوزيام اوتور بالنسبه للايكول كلاسيك هو ابراهام ماسلو اللي جاب لنا لو بيراميد دو ماسلو او هذاك الهرم دو ماسلو. La théorie de motivation repose sur une hiérarchisation des besoins. يعني ابراهام دو ماسلو اللي كيبرينا كيفاش نقدروا ان نموتيفي واحد البيرسونيل بلون لونتربريز دونك داكشي علاش دار لنا واحد البيراميد دو بوزوان تتسمى البيراميد دو ماسلو دونك
ابراهام ماسلو تكلمنا على لي بوزوان ديال واحد الشخص، يعني اي شخص لي بوزوان ديالو كيكونوا على شكل واحد الايرشي، كيكونوا على واحد الهرم. دونك الانسان ديما كيقلب انه يساتسفي لي بوزوان بواحد الشكل اللي هو تراتبي. دونك هاد لا تيوري ديال ابراهام ماسلو من خلالها نقدروا نعرفوا كيفاش نقدروا ان نموتيفي واحد الشخص عن طريق لي بوزوان، عن طريق لا ساتسفاكسيون ديال لي بوزوان ديالو، سيرتو في الدومين ديال المانجمنت. دونك لي بوزوان ايمان سون اي ارشيزي او 5 نيفو، ان هادوك الحاجيات ديال الانسان كتكونوا مرتبين بواحد الطريقه اللي هي تراتبيه على شكل خمسه ديال المستويات. اول مستوى هو المستوى اللي جاي تحت، هو لي بوزوان بسيكولوجيك. الانسان ديما اول حاجه كيقلب عليها هو يساتسفي لي بوزوان بسيكولوجيك. Ces besoins sont ceux qui sont nécessaires à la survie d'une personne. Ils sont obligatoires car boire, manger, respirer, dormir. Les besoins psychologiques, physiologiques, les besoins qui peuvent être vécus par une personne. Physiologique, يعني شي حاجه فيزيولوجيه ضروريه في الحياه ديالو، عندها علاقه بالجسم ديال الانسان، ما يقدرش يعيش بلا بها. هو انه يشرب مثلا، مونجي ياكل الاكل، ريسبيري تنفس والنوم، هادو هما لي بوزوان فيزيولوجيك. يعني اول حاجه الانسان كيقلب انه يساتسفي هاد لي بوزوان فيزيولوجيك، ومن بعد كيقلب انه الى ساتسفي لي بوزوان فيزيولوجيك كيقلب على لي بوزوان دو سيكوريتي ديال الامان. C'est un besoin de se protéger contre les agressions d'autres physiques. Anou yahmi raso min hadouk les agressions, min hadouk l'adrar jismiya, l'adrar maddiya, psychologique et économique. Yani le besoin de sécurité, yani anou l'insan kiqlab anou la protection. Yahmi raso min l'adrar maddiya, yani min l'hujoum la yta'arrad li chi hujoum la ydrabou chi wahed la chi 'unf. Aidan l'adrar النفسية، يعني مثلا تعرض شي مثلا ضرر نفسي، شي واحد مثلا يسبو ولا شي صغا، وحتى الايكونوميك الاضرار الاقتصادية، يعني مثلا شي حاجة، مثلا شي حاجة عندها علاقة بالفلوس ديالو. من بعد مي كي ساتيسفي لي بوزوان دو سيكوريتي، راه كيقلب انه ساتيسفي لي بوزوان دابارتونونس، يعني كانتماء، بوزوان ديتخ ايمي باغ لي زوطخ، ديتخ اكسيبي اكسبتي ابارتونير ان جروب. انسان مي كي ساتيسفي لي بوزوان فيزيولوجيك، يعني كياكل يشرب وداكشي، ابخي كيقلب انه يحمي راسو، من كيحمي راسو كيقلب انه ينتمي، يعني انه ينتمي لواحد الجروب، يتقبل وسط واحد الجروب، يعني يدير صداقات مع الناس. دونك هذا هو لو بوزوان دابارتونونس. ابخي مي كيدير كيحقق لو بوزوان دابارتونونس، كيقلب انه لي بوزوان دي ستيم دو سوا، بوزوان دي ستيم دو سوا سي لو سونتيمون ديتر اوتيل اي دافوار دو لا فالور، يعني تقدير النفس، يعطي قيمة لراسو، يعني هو الإحساس بأن داك الشخص هو نافع وعنده واحد القيمة في المجتمع. لو بوزوان دو سي فيغ ريسبكتي إيتر كابابل دانفلونسي لي زوطخ. لو بوزوان دو ستيم دو سوا، يعني أنه أنت عندك كتحس براسك. استيم دو كوا، يعني أن عندك واحد الصورة قدام الناس، كتحس بأنك محبوب، أنك عندك واحد المنفعة، عندك واحد القيمة، يعني هذيك بفضل هذيك القيمة وهذيك المنفعة اللي عندك وهذيك الصورة اللي كيشوفوك الناس، راه كتكون عندك واحد الاحترام، وقادر أنك تأثر على الناس غير بطريقة الهضرة ديالك، غير بلي كاركتيغ ديالك. دونك سي لي بوزوان دي ستيم دو سوا. أبخي آخر بوزوان هو لو بوزوان دوتو رياليزاسيون. Le besoin d'autoréalisation, ce besoin est lié au développement des connaissances. Il s'agit ici de révéler son propre potentiel créateur, la personne cherche à s'accomplir. Le besoin d'autoréalisation est lié à des mrtabta btatawur ديال المعرفه ديال هذا الشخص هذا، يعني اقصى شي حاجه، يعني كتسمى l'accomplissement de soi، يعني ان الشخص يكمل الذات ديالو، يعني كيكون شخص كامل، يعني انه كيكون تيصير واحد الحاجه كبيره. دونك هنايا ان دوك لي كونسونس ديالو كيوصل البلافون ديال لي كونسونس ديالو اللي هي او ديفلوبمون دي، يعني يوصل التنميه، يعني يوصل لواحد الحاجه اللي هي نهائيه، يعني يوصل لواحد التطور كبير بالنسبه للشخص ديالو. دونك il s'agit ici de révéler son propre potentiel créateur، يعني كيوصل واحد المستوى ديال الفكر، واحد المستوى ديال لا كونيسونس اللي هو كبير
بهذا المستوى هذا كيقدر انه يكمل الذات ديالو. دونك هاد لي بوزوا هما اللي كيقلب لهم الشخص كيسد فيهم. دونك هاد لي بوزوا كيبداو بلي بروبريتي، يعني كيسبق لي بوزوا فيزيولوجيك، ابخي لي بوزوا دو سيكوريتي، لي بوزوا دابارتونونس، لي بوزوا ديستيم دو سوا، انفان لي بوزوا داكومبليسمون دو سوا، ولا لي بوزوا دوتورياليزاسيون. دونك بوغ ماسلو ان انديفيدي شيرش دابور ا ساتسفير لو بوزوا كي لوي سومبل لو بلي فيتال. اي شخص كيقلب انه يقلب على انه يساتسفي لي بوزوا اللي هما ضروريين اللي يقدر يعيش بهم، مثلا لي بوزوا فيزيولوجيك دي كو سي بوزوا اي ساتسفي مي كي ساتسفي هاد لي بوزوا. اي شخص اساتسفي لو سكون بوزوا لو بلي امبورطون، كيقلب انه يساتسفي لو بوزوا اللي تابعو اللي هو اهم. ان سي دو كو كان بوزوا اي ساتسفي ال سي داتر اسونسييل بور لا ديفي ان اوتر بوزوا اباري الوغ كي بريسيست اوسي لونتون كيل ني بلي با ساتسفي. يعني بالنسبه لابراهيم ماسلو طريقه باش انك تموتيفي واحد الشخص في السان ديال واحد لونتربريز، اننا خصنا نحاولوا اننا نوفروا ليه انه ساتسفي لي بوزوان ديالو. الا هذا الشخص هذا ساتسفي لي بوزوان ديالو راه غادي يكون عطينا اكثر واكثر بالنسبه لهذا الشخص هذا. يعني بالنسبه لونتربريز خصها توفر على الشخص انه ساتسفي لي بوزوان فيتال هما الاولي فيزيولوجيك، يعني واحد الصالير اللي يقدر ياكل به ويشرب به ويعيش به مزيان. من بعد نوفروا ليه الامان، الا وفرنا ليه الامان والسيكوريتي هاد الشخص عاد يقلب يعطينا اكثر. شنو هو؟ اننا انتيغري واحد الجروب باش يحس ان عنده قيمه. دونك الا انتيغري واحد الجروب دونك هنا لا برودكتيفيتي ديالو كتكون احسن، ولا بيرفورمانس ديالو في لو طرافاي كتكون احسن. دونك هذه هي لا تيوري دو ابراهام ماسلو، يعني الطريقه باش نموتيفي واحد الشخص هو عن طريق انني نحاولوا ان نساتسفي ليه لي بوزوان ديالو. باسكو الا واحد الشخص ساتسفي لي بوزوان ديالو دونك هنا لا رونتابيليتي ولا بيرفورمانس لا برودكتيفيتي ديالو في لو طرافاي راه كتكون احسن. نتمنى انكم فهمتوا هاد ليكسبليكاسيون هادي. ان شاء الله في الفيديو المقبل غنكمل لكم لي زوتور الاخرين اللي كاينين في ليكول كلاسيك ليكول دو غلاسيون عفوا، اللي هما دوغلاس ماك غريغور لا تيوري دي اكس ايغريك اي فريدريك هيرزبرغ في لا دوبل ناتير دو موتيفاسيون، و ابري غنكملوا بلي ليميت دو ليكول دو غلاسيون ايمان. نتمنى انكم فهمتوا الاكسبليكاسيون، والى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله تعالى.